نداء إلى مجلس الأمن الدولي. إننا نجتمع اليوم في الغوطة الشرقية المحاصرة الجريحة لنرفع صوتنا عاليا إلى مجلسكم بكافة أعضائه الذين يناقشون الوضع الإنساني المتردي في الغوطة الشرقية خاصة وفي سوريا عامة، ونطالبكم بوقف آلة التدمير الهمجية لنظام الأسد الإرهابي، كما نؤكد على مطالبنا في الرسالة التي وجهها مجلس محافظة ريف دمشق إلى مجلس الأمن يوم الخميس الماضي. الهدف من هذا الاجتماع هو إيصال صوت الغوطة إلى مجلس الأمن، خاصة في اجتماع غدا يوم الأربعاء في اجتماع لمجلس الأمن بخصوص الغوطة خاصة وعموم سوريا بصفة قصف النظام المستمر على المدنيين واستعماله كافة الأسلحة المحرمة وحتى غير محرمة، لأنه غير محرمة عم يقصف المدنيين. هو هلأ نحن متوقع أن يكون في تجاوب إن شاء الله من مجلس الأمن، خاصة أن نزيف الدماء مستمر من فترة طويلة وإلى الآن لم يعني يحصل أي وقف لهذا النزيف من قبل مجلس الأمن. طبعا الحمله في الحمد لله نحن في كثير ان اشخاص داخل المجتمع الاوروبي والمجتمع العربي متضامنين مع اهالي الغوطه الشرقيه، حيكونوا يشاركونا بوقفات احتجاجيه، حيشاركونا بتغريداتنا عبر تويتر موقع الحمله، حيشاركونا ايضا بايصال معاناتنا داخل الغوطه الشرقيه المحاصره للمجتمع الدولي لايضاح حقيقه ما يحدث.